ديال النخبه الوطنيه في هذه المباراه ما بين المنتخب المغربي والمنتخب بنين؟ والحمد لله مادام ان الامور غدا على مصير ديال التعادل نقدروا نتوقعوا الاحسن الاحسن في الانتيات ويكون خير ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالنسبه للاعبين اللي كانوا قدموا اداء احسن هنايا اسماء ديالهم ممكن كاين شي عناصر كنا تنتوقعوا منهم انهم يعطوا شي اداء اكثر من هذا الشيء اللي عطاو في هذه المقابله وتمنوا الله الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله مقابله جيده ان شاء الله. السلام عليكم. اسم الكاب سالم دريس الرحماني. دريس الرحماني، شنو الاداء، شنو يعني شنو تقول على الاداء ديال المغرب في هذه المقابله؟ صراحة المنتخب الوطني قدم أداء زوين ولكن لحد ما وفقناش. هادشي لك يعني شنو من خلال المشاهدة ديالك المقابلة شكون اللاعبين اللي ما أداش الأداء ديالو أحسن؟ الصراحة اليوم حكيم زياش ما كانش في النهار ديالو كما كنقولوا، ما قدمش أداء رائع، ضيعنا بيلانتي. شنو الكلمة اللي بغيت تقول له، توصل له شي كلمة للحكيم زياش ولا البوصوفة ولا لا؟ كنشكروا اللعابة اللي تقاتلوا بروح رياضية. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو بغيت تقول الأداء اللي قدموه النخبة الوطنية في هذه المقابلة ما بين المنتخب البنيني؟ أخويا المغرب أدى مباراة جميل، ولكن شنو غادي نقول لك؟ الناس ما كيدافعوش على القميص الوطني، شي لعابه ما يستاهلوش القميص الوطني. يعني ما يستاهلوش هما هاد اللعابه اللي كتشوف كيلعبوا كينتحروا الكواري وكي. المغرب ادى مباراه زوينه صراحه، ولكن هذه هي كرة الحظ. هذه هي كرة. هذه هي كرة. تخسر، واش خسر مباراة في الدقيقة، خسر بيلانتي ضروري. يعني أحسن لاعب بالنسبة لك في هذه المقابلة؟ أحسن لاعب أخويا بوفار. بوفار. أسوأ لاعب زياش. زياش ولكن كقدم في مقابلات اخرين كقدم شي زياش ما بينش كاع المستوى ديالو في هذه المباراه. المباراه كيقولوا غيتحسن غيتحسن، صراحه نقولوا ضيع الجمهور المغربي المنتخب. شوف ماشي كيهبط المنتخب الوطني، خاص شي لعابه اللي كيدافعوا على القميص الوطني اللي كيدافعوا. شكرا جزيلا.